السلام عليكم، بنرحب فيكم تانيا في مادة السمارت جريد. اليوم حنتكلم على المودلينج اسبيكتس فور اناليزينج باور سيستم استابيليتي. الان لما نتكلم على تراديشنال ابروتش تو ستادي استابيليتي، بنتكلم انه عادة بيبقى عندي يعني ماني فينومينالز بنتكلم عنها واكشن ساتش از ديسكونكتنج الاين تشينجينج تاب بوزيشن instability وهذه could lead to instability. لو ما صارش عندي معالجة لهذه بشكل واضح، ايش اللي عندي بيصير؟ بيصير انه يعني السيستم هذا ممكن يوصل للفولت، ولهذا السبب لازم يكون عندي خطوات عملية واضحة للسيفتي وللكنترول سيستم عشان يصير كاليبريشن في هذا المجال. عادة احنا ايش بنسوي؟ نعمل سيميوليشن للسيستم عشان يكون عندنا يعني خلينا نقول معرفة حقيقية ايش نعمل في الظروف لما تحصل في هاي. انت بتجيش تجرب ايش الخطوات اللي بتقوم فيها على السيستم عشان توصل لها. فلهذا السبب بقى في عندنا سوفت وير معين بنقدر نستخدمه. يمكن مع بداية الحديث تبعي تكلمت على السوفت ويرز المختلفة، ومن ضمنها اوبن مودلكا اللي هي يعني اوبن سورس سوفت وير اللي بتكلم عليها. الان هذه بلزمنا يكون برضو معرفة للانبوت داتا بده يكون عندي. الان الانبوت داتا عندي بتعطيني ل يعني بتوصلني لموديلنج. الموديل هذا لازم يكون اكوريت. لقديش الاكوريسي تبعت الموديل بحدد لي هل انا بقدر اشخص السيناريوهات المختلفه ولا لا، هل انا بقدر اعرف يعني لو الموديل تبعاتي مش اكوريت معناته انا بقدرش اشخص بشكل حقيقي ايش يعني الخطوات اللي عندي. بيبقى هذا كله هيتو حكي على ورق مالوش دخل ايش بالواقع بشكل عام. الان السيميليشن بندخل عليها الديفرنت يعني خلينا نقول الكونديشنز الموجودة. بدي يكون هذا السيميليشن يوزر فريندلي ودي بريديفاين مودلز، يعني هذه هالايام صارت متواجدة. كل اللي معلينا نسوي دراج اند دروب، وهذا من الشغلات السوفت وير الحديث صارت موجودة. بعض السوفت وير بتعطيني الامكانية انه هذه الديتا اخزنها برضو اعمل عليها ويعني اعملها ريلودينج او انسيرتينج مانيولي في البرامج الاخرى. الان احنا زي ما حكيت عادة بنحاول في ناخذ اكيوريت موديلنج وبنحاول نعمل سولفنج للديفرنشال الجبريك اكويجن اللي هي بتوصف لنا السيستم داينامكس. السيميليشن بلاتفورمز هاف ديفرنت زي ما شفنا سولفرز اذر تولز تو جيت ايش انسايت ان into the dynamic performance of a power system, like allowing to check the time domain simulation, the time response of some variable وغيره من هذه الموجودات. الآن عادة لو بدي أتكلم عليهم first choice diamond simulate the highest load and dispatch and probably then select some disturbance with which can make the system unstable. يعني بنيجي فيه وبناء عليها يعني يمكن بنشوف السيستم هذا بصير عنده outage ولا لا، الديستربنس اللي عندي هنا لو واحد من الترانسميشن لاين بغدي اريا معينة صار تحت استرس عالي ونتج عنه مثلا انقطاع للتيار ايش اللي بيحصل فيها. Once the modeling and simulation are done correctly اللي عندي ايش بصير الاوتبوت in the form of time domain responses such as voltage profile or rotor angle of the generator are obtained which can be used to study system stability. يعني هذا بيأهلنا لاحقا لكيف نحضر حالنا للحالات الواقعية. الآن زي ما حكينا الاكيوريسي تبعت الموديل تبعي بتقول لي انا بشكل عام وضعي
هل انا الاوضاع اللي بحكيها هذه جاهزه وبنفع اطبقها ولا لا في هذا المجال؟ اذا كانت هذه المودلز او الديتا تبعتي مش حقيقيه او مش دقيقه، بصير هذا زي ما حكينا هو كلام على ورق. ودائما عندي بيكون performance indicator وفاكتورز ذات انفلونس الاستابيليتي، دائما بطلع عليها لاشوف ايش بحصل عندنا عشان نضمن دائما ان الاوضاع الموجوده عندنا بتضلها ماشيه. الان حنتكلم على المودرن اسبيكت فور انالايزنج باور سيستم استابيليتي، هذا تكلمنا عليها. بنتكلم على التايب اوف سينكرونس جنريتور. بشكل عام عندي تو تايبس اوف ماشين ويتش ار ديفايند باي ذا تايب اوف ذا كونستراكشن. عندي التو بول سلندر روت سلندريكال روتر، وعندي الفور بول سيليانت بول روتر. طيب هذولا ايش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم يعني بنيجي نطلع على الشيب اوف ذا روتر بشكل عام. وي هاف ذا ستيتور ويتش داز نوت روتيت، ذيز وايندينج ايتش 120 ديجري ابارت، 120 درجه بعاد عن بعض، هذه الحاجه الموجوده فيها. الان there is also another field winding on the rotor. DC current is injected into it. When rotating, إيش اللي بحصل عندي؟ This causes induction in the coils, and this is how we get the phase تبع AC current in stator with 120 degree phases apart. طبعا هذا relation between the number of poles and the synchronous speed, which is defined by the formula الموجودة عندي هان. اللي هي ان بدها تساوي 120 اف على البي اف او على ال 60 على اف على بي. هنا بنتكلم على individual poles الموجوده هان، هنا بنتكلم على البير اوف بولز اللي عندي. اذا تكلمت على البير بستخدم ال 60، اذا تكلمت على الانديفيدوال بولز بتكلم هنا بحط ال 120 في هذه المجال. اما هي نفس الشغلات. الان لما نيجي نتكلم برضو على الريليشن بتوين ذا نمبر اوف بولز اند ذا سينكرونس سبيد ويتش از ديفايند باي الفورمولا اللي شفناها عندنا هان. السينكرونس سبيد ايذر باي ذا نمبر اوف بولز اور جونا نمبر اوف بيرز اوف بولز في هذا المجال. الراوند روتر يوجوالي هاف هاير سبيد ان ار بي ام. السلندريكال هاي بنلاحظ 3000 و1500، يعني هذا ايش؟ هاي سبيد. بينما السيليانت السبيد تبعها ايش؟ لور سبيد بشكل عام، يعني يمكن في هذه الحاره احنا بنتكلم من هذه المفروض تبقى 175 مش 10 هذه الموجوده عندي في هذا المجال. طيب هيك بشكل عام تكلمنا، يعني عادة السيلندريكال روتر هذولا بنستخدمهم في الثيرمال باور بلانت، والسيلينت بنستخدمهم عادة في الهيدرو باور. بناخذ بريك وبنرجع ان شاء الله نكمل في هذا المجال.